الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. ثم اما بعد، فلا يزال الحديث موصولا شرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لسيدي أحمد الدردير المالكي رضي الله تعالى عنه بالأدلة. وما زلنا في باب الغسل، قد وصلنا فيه إلى سنن الغسل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسنته غسل يديه أولا، ومضمضة واستنشاق واستنسار، ومسح صماخ الأذنين. أي إن سنن الغسل خمسة: غسل يديه أولا إلى كوعين، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنسار كما تقدم في الوضوء، ومسح صماخ الأذنين بضم الصاد المهملة، ومسح صماخ الأذنين أي ثقبيهما، ولا يبالغ فإنه يضر السمع. وأما ظاهرهما وباطنهما فمن ظاهر الجسد، يجب غسله كما يجب. يعني أن سنن الغسل هي سنن الوضوء، ومعلوم طبعا أن الوضوء قبل الغسل سنة، أن يتوضأ المغتسل بعد أن يغسل النجاسة التي على مذاكيره القبل والدبر، ويستنجي ويستبرع، يبدأ يتوضأ. فهذا الوضوء فيه سنن الغسل، يعني غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وفيه المضمضة، وفيه الاستنشاق والاستنثار، وفيه مسح صماخ الأذنين كالوضوء تماما. فهذا اسمه وضوء الغسل. وهذا فيه لغز عند المالكية، يقولون: ما السنة التي تسد مسد الفرض؟ هذه سنة، الوضوء قبل الغسل سنة، ولكنه يسد مسد الفرض، يعني أن الأعضاء التي تغسل في الوضوء تكفي عن إعادتها في الغسل مرة أخرى، فهي سنة تسد مسد الفرض، لأنها غسل أجزاء من الجسد، غسل أجزاء من الجسد، فأنت تكفي عن السنة وتكفي عن الفرض. هذه معنى اللغز، يقول لك سنة تسد مسد الفرض، هي وضوء الغسل. فإذا توضأ يبقى فعل إيه؟ سنن الغسل. يبقى الغسل في حد ذاته
قبل البدء في الغسل سنة، وفي نفس الوقت السنن التي في الوضوء هي سنن الغسل. يبقى فعل ايه؟ سنتين. وطبعا الصفة دي مستحبة كما سيأتي في صفة الغسل، كما تقدم في الوضوء، يعني يتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. وطبعا الوضوء في وضوء الغسل بالذات مرة مرة، يعني يغسل الأعضاء مرة واحدة مع الاستيعاب، استيعاب الأعضاء، استيعاب الوجه، استيعاب اليدين، استيعاب الرجلين. لو استوعبها بمرة يبقى أتى بالإيه؟ أتى بالسنة. لكن لو احتاج لغسل العضو نفسه أعضاء الوضوء مرتين أو ثلاثا فلا بد أن يكمل العضو، بمعنى يستوعبه بالماء. يعني واحد اخذ غرفه مثلا وغسل وجهه لكن لم يستوعب، يبقى لسه ايه؟ ما عملش الواجب. ما دام ما استوعبش الوجه يبقى لم يعمل الواجب. وغسل اليدين طبعا قبل ادخالهما في الاناء سنه كما في الوضوء، وخاصة لو كانت الأيدي فيها نجاسة يبقى لابد من غسلها قبل إدخالها في الإناء. احنا قلنا الآن يعني الحنفيات والدشاش يعني الإنسان بيعمل بالسنة مطلقا. ليه؟ لأنه ما فيش مية هيحط فيها إيه؟ إيديه، مش نقول قبل أن يضعهما في الإناء. لكن في الأول كان فيه إناء، لكن الآن فيه دش وفيه حنفية، هو بيعمل بالسنة. لكن الإنسان يقصد السنة، إنما الأعمال بالنيات. لكن في واحد مثلا لو بيغتسل من إناء من مثلا جردل مثلا أو شيء مفتوح فبيحط دي على طول، لا، هو يتحيل ياخذ مثلا دورة مثلا مية أو شفشف ويصب على يديه خارج الإناء ثم يدخل يده في الإناء كما ذكرنا ذلك في الوضوء. والدليل على يعني هذه السنن حديث السيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث. طبعا هذه الأشياء لا تنقل إلا عن طريق أمهات المؤمنين، أن الصحابة الرجال رضي الله عنهم يعني لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة، فلا بد أن ينقل عن طريق أمهات المؤمنين. نقل عن طريق السيدة ميمونة والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي الحديث قالت السيدة ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا. يعني إذا كان يأخذ الماء ويفرغ على يديه بإناء أو من نفس الإناء يميله ويغسل اليد، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. خلي بالك دي صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغسل مذاكيره، يعني القبل والدبر. فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض. دلك يده بالأرض، طبعا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل في الكنيف، وإنما كان يغتسل في الحجرة. أحسن واحد يقول طب دلك إزاي يده بالأرض؟ أيوة، أرض الحجرة. ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده الماء ثم تنحى
من مقامه فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم كان يتبع الأكمل في عباداته عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الصفة هي صفة غسله الكامل صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للرجلين حتى إن كان في الوضوء أو في الغسل يجوز تقديم الرجلين مع الوضوء ويجوز تأخير الرجلين إلى ما بعد الغسل. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها روت أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في آخر الغسل. إذن يعني هو يتوضأ، إما أن يتوضأ المغتسل وضوءا كاملا إلى غسل الرجلين، ويجوز أن يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. يعني كلا الأمرين سنة، لكن متى نؤخر ومتى نقدم؟ إن كان الإنسان بيغتسل كما هو الآن مثلا في مكان طاهر زي البانيو مثلا، في بانيو القدم، بانيو القدم لما تقف فيه يبقى مكانه طاهر، أو مثلا الحمامات الآن معمولة بالسيراميك نظيفة والأرض مجرد صب الماء عليها بتصير إيه؟ طاهر. يبقى الأفضل أن يتوضأ وضوءا كاملا. لكن واحد مثلا بيغتسل في مكان غير مأمون النجاسة، غير زمان كانت الحمامات غير مأمونة، الأرض غير مأمونة النجاسة، يبقى تأخير الرجلين أفضل. لأنه لو قدم الرجلين هيلزم بعد انتهاء الغسل يصب الماء على رجليه مرة ثانية خوفا من أنه يكون وصل النجاسة من الأرض إلى الرجلين، يجعل آخر حاجة يغسل الرجلين. وكلا الأمرين إيه؟ سنة. تقديم الرجلين مع الوضوء قبل الغسل سنة، وتأخير الرجلين بعد الانتهاء من الغسل سنة. الصفة الأولى واردة من حديث السيدة ميمونة، والصفة الثانية واردة من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبذلك يكون المغتسل توضأ واغتسل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا ذكرنا في الدرس الماضي في شرح الواجبات وواجبات الغسل، قلنا إن هذه الصفة هي السنة، لكن لو واحد وقف تحت الدش مثلا بعد أن استنجى وغسل النجاسة ووقف تحت الدش وعمم الجسم بالماء وخلى باله من مغابن الجسم تحت الإبط والسرة والرفغين والأماكن اللي هي لا يصيبها الماء، واغتسل جملة واحدة، يعني الماء طبعا بيفيد على الجسم كله مرة واحدة، يبقى كده يعني فعل الايه؟ فعل الواجب، فعل الواجب. لكن الصفة التي شرحتها السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها، والشيخ هيغيثها تاني، الصفة دي هيغيثها تاني الشيخ رضي الله عنه. لكن بالنسبة لمسح صماخ الأذنين، خلي بالك معانا، في هنا الأذن الداخلية اللي هي أنت بتحط صباعك فيها جوه، فثقب الأذن مسح سنة، خلي بالك المسح ده سنة، لكن غسل الأذنين دول واجب من الداخل ومن الخارج. بس الشيخ بيقول ولا يصب فيها الماء لأنه يضر بالسم، وإنما يأخذ الماء في يده ويجعلها هكذا، يعني يميل الرأس في اليد
ويغسل الأذنين من الداخل. الصماخ ده الصوان، يسموه الصوان والصماخ، من الظاهر والباطن. لأن في مثلا بعض الناس ممكن يمسح الأذنين زي بول ويغسل الرأس، لا. يبقى هنا صحيح إنه ظاهر الأذنين هيجي له مية من الرأس، لكن هنا مش هيوصل له مية، خلي بالك. ولو ما غسلش داخل الأذنين التعاريش دي، لو ما وصلهاش مية، يبقى الغسل باطل عند جميع الأئمة، باطل بإجماع. ليه؟ لأنه ده ظاهر الجسم، الأذن دي التعاريش دي من ظاهر الجسم. لكن لو واحد يعني عنده حساسية ضد الماء، لا يقدر يمسح لا في الوضوء ولا في الغسل، أو الدكتور مثلا طبيب الأذن محذره من إنه الأذن الداخلية دي يصلها الماء، خلاص يبقى ممكن يحط قطنة أو سدادة للأذن، لكن يغسل باقي الأذن من الداخل ومن الخارج، لأن المسح مسح نقرة الأذن دي سنة. لكن إذا كان هيضر بالسمع وحذره الطبيب منها، يبقى سقطت الإيه؟ سقطت هذه السنة اتقاء للضرر. لأن يعني القرآن طبعا قال: ولا تؤتوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير. لكن يعني غسل ظاهر الأذن من الداخل لا يضر بالسمع، لذلك الشيخ قال: ولا يصب الماء صبا لأنه يضر بالسمع، وإنما يميل الرأس في الماء هكذا ثم يمسح. يبقى كده إيه؟ غسل ظاهر الجسم. احنا ذكرنا قبل ذلك ان المضمضه والاستنشاق واجبان عند الامام احمد وابي حنيفه، وسنه عندنا وعند الشافعي. فبرضه تخلي بالك من المضمضه والاستنشاق عشان يبقى الغسل يعني صحيح على جميع المذاهب، كما قال الشيخ علي المالكي رضي الله عنه، قال: والعبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. هذه هي سنن. إذن سنن الغسل هي سنن الوضوء. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك الفضائل، طبعا الفضيلة والمندوب والمستحب بمعنى واحد. نقول فضائل الوضوء، مندوبات الوضوء، مستحبات الوضوء، فضائل الغسل، مستحبات الغسل، السنن الخفيفة يعني. السنة الخفيفة والفضيلة والمستحب والمندوب كله بمعنى ايه؟ واحد. هنا بيقول فضائل الغسل، وفضائله ما مر في الوضوء، وبدء بإزالة الأذى فمذاكيره، ثم أعضاء وضوئه مرة، وتخليل أصول شعر رأسه وتسليسه، يعمه بكل غرفة وأعلاه وميامنه. أي إن فضائل الغسل أي مستحبات ما تقدم في الوضوء: الموضع الطاهر، واستقبال القبلة، والتسمية، وتقليل الماء بلا حد، والسواك، وغسل الأعالي قبل الأسافل. كل هذه السنن التي مرت في الوضوء هي سنن الغسل. ويزيد الغسل في الفضائل، يعني ويندب في الغسل أن يبدأ بإزالة الأذى، اللي هو إيه؟ الاستبراء من المني، والتبول
التبول قبل الاستمرار من المني. ليه؟ قال التبول يطرد باقي المني الذي في مجرى البول. هل بالك؟ ها؟ يعني التبول يطرد باقي المني الموجود في المجرى، ثم يستبرد من البول والمني ويغسل ما حول المذاكير من النجاسة، سواء كانت في الفرج أو الفخذين، يبدأ بإزالة الأذى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة والسيدة ميمون. ثم يشرع في الغسل، فيبدأ بعد غسل يديه إلى كوعيه، بعد غسل اليدين إلى كوعيه البداية قبل إزالة الأذى، وإزالة ما عليه من النجاسة إن كانت على اليدين، بغسل مذاكيره أي الفرج والأنثيين والدبر، يعني القبل والدبر، وعبر عنها بالمذاكير، قال تبركا بالحديث الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، حديث السيدة ميمونة رضي الله عنها والسيدة عائشة. السيدة ميمونة قالت ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، أو من باب التغليب، من باب التغليب. وحاصل كيفية الغسل المندوبة أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثة. الشيخ أعاد الصفتين كالوضوء بنية السنية، بنية السنية يعني لأنها سنة في الوضوء غسل اليدين، وسنة في الغسل. احنا قلنا غسل يديه خارج الإناء، طبعا إن كان فيه نجاسة في اليدين فده أمر واجب حتى لا تتنجس الماء. وإذا كان إذا كانت اليدان طاهرتين يبقى غسلهما سنة. ثم يغسل ما بجسمه من أذى، يعني كان فيه نجاسة على الجسم يغسلها، وينوي فرض الغسل، النية لأن النية ركن، أو رفع الحدث الأكبر، ينوي الغسل أو ينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي الغسل من الجنابة، فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين أليتيه مرة فقط، مرة واحدة يعني هنا التسليس في غسل المذاكير ليس سنة، وإنما المدار يكون على الإنقاء، المدار على الإنقاء. ثم يتمضمض ويستنشق 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 كالوضوء، ثم يغسل وجهه إلى تمام الوضوء مرة مرة، يعني التسليس في غسل الوضوء يعني هو، لكن الشيخ طبعا بيقول مرة مرة، يعني هذا هو أقل السنة، لو غسل مرة مرة يبقى أتى بالسنة، لكن لو سلس يعني غسل الأعضاء ثلاثا، أعضاء الوضوء يعني الوجه واليدين والرجلين، لو غسلها ثلاثا جائز، ووارد أيضا في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يخلل أصول شعر رأسه لتنسد المسام خوفا من أذية الماء إذا انصب على الرأس، يعني في صفة المسح، مسح الرأس في غسل الوضوء، يخلل الشعر يعني يحرك الشعر
بالمسح علشان ايه؟ علشان تسد المسام اللي في الراس. الراس اول ما تشعر انه في ميه جايه جلده الراس يعني تنكمش تنقبض، وحتى لا يصاب بالزكام. يعني دي فائده طبيه، فائده طبيه، لكنها من فعله صلى الله عليه وسلم كما وصفت السيده عائشه وسلم. يعني دي فيها فائده طبيه. خلي بالك دي في صفه الوضوء مش في صفه الغسل، لان دي مقدمه لايه؟ لغسل الراس، لتنسد المسام خوفا من اذيه الماء اذا انصب على الراس. قالوا العلماء دي فائده مجربه، انه اللي يعني يمسح الراس بالماء ويحرك قبل صب الماء لا يصاب بالزكام، سواء كان الماء باردا او كان الماء ساخنا. ثم يغسل راسه ثلاثا، تسليس الراس زي ما قالت السيده عائشه رضي الله عنها، ثم غرفت عم راسه بثلاث غرفات، يعني ياخذ الماء ثلاث مرات ويصب على الراس، يعم راسه في كل مره، ثم يغسل بعد الراس مع الاذنين طبعا يمين وشمال، يغسل الرقبه ثم يغسل رقبته ثم منكبيه الى المرفق، يعني يغسل المنطقه دي من المرفق مع الكتف مع الايه؟ الى المرفق، الكتف مع العضد الى المرفق، لانه يعني باقي الايه؟ اليد وصلت فين؟ في الوضوء. يغسل اليمين الكتف الايمن والعضد مع الكتف الايه؟ اليسار والايه؟ والعضد الى المرفق. يبقى كده غسل الجزء الايه؟ الاعلى. قال ثم يفيض الماء على شكله الايمن الى الكعب لغايه الكعبين، ثم يفيض الماء على شكله الايسر الى الكعبين، لا الرجل يعني، لان الرجل غسلت في الايه؟ في الوضوء. وهنا طبعا هيغسل الشق الايمن من باطنه وظاهره، يعني البطن والظهر، لأن الشق بمنزلة العضو الواحد، الشق كله يعني نصف الإنسان، كأنه الشق الأيمن عضو والشق الأيسر عضو. قال ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي، لأن الشق كله بمنزلة عضو واحد. يعني لما يغسل من الكتف الى العقب تحت الى الكعبين، ما يقولش مثلا غسل اللي تحت الركبه قبل غسل الايه؟ الجزء الايسر، لا، لانه الشيخ بيقول انه الشق او نصف الانسان بمنزله عضو، كان الشق الايمن عضو والشق الايسر عضو، فقدم الميامن على الميازر. قال خلافا لمن قال الصفه دي الثانيه، يغسل الشق الايمن الى الركبه ثم الايسر كذلك، ثم يغسل من الركبه اليمنى الى كعبها ثم اليسرى الى الكعب. قال يعني اللي قال هذا لئلا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي، ولم يدري الذي قال هذا يعني أن الشق كله بمنزلة عضو واحد، ولم تنقل هذه الصفة في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الوارد في اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل شقه الأيمن إلى الإيه؟ إلى الكعبة، ويغسل الشق الايسر الى الكعبين.
من الباطن ومن الايه؟ ومن الظاهر. ثم اذا غسل الشق الايمن او الايسر يغسله بطنا وظهرا، يعني من الامام ومن الخلف. فان شك في محل ولم يكن مستنكحا وجب غسله، والا يعني اذا شك في اي منطقه من الجسم انه ما وصلهاش الماء يعمل ايه؟ يصب عليها. يعني شك في السره يغسل السره، شك مثلا في الابط يغسل الابط، اي موضع يشك فيه ما وصلوش ماء يصب عليه، الا اذا كان من اهل الوسواس كل شويه الشيطان يقول ايه؟ لا ده هنا من ورا ما فيش، ورا الرجل دي ما وصلش ماء، لا ده هنا من قدام ما وصلش ماء، وهو طبعا يتبع الشيطان ويقعد يصب في الماء، بدل ما الغسل ياخد 10 دقائق او 20 دقيقه تلقاه ياخد ساعه، او محتاج ينزل في حوض. في بعض الناس لما يجي يغتسل ينزل بكر عشان يطلب انه ايه؟ عمه الماء. ده كله ده من الايه؟ من الوسواس. لا هو الانسان هينقع مثلا. يعني الوسواس ده مرض ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شره تبارك وتعالى. فقالوا هم العلماء يقولون قال ولا يصيب الا الصالحين ولكن لا يدوم الا مع مقبول العقل. العقل مخبل يدوم معه الايه؟ يدوم معه الوسواس. لكن الذي يعالجه بالعلم يقضي عليه. زي ما قال الشيخ الدرزي رضي الله عنه ولا دواء له مثل الاعراض عنه. يعني هو طبعا اذا شك في مكان يصب عليه الماء، لكن لو اخذ عد يحدد له كل شويه مكان يبقى يبني على انه غسله. فلو اعرض عنه مره اثنين ثلاثه ييأس منه ويمشي. لكن من طول ما هو متبع كل ما يقول له يعيد كل ما يقول له يعيد يلاقي نفسه ايه قاعد ساعه في الوسط وربع ساعه وثلث ساعه في الوضوء. انه صاحب يعني اللي هو ايه معافى من الوسواس يغتسل في 10 دقائق، في 10 يتوضا في 3 دقائق. ازاي انا اقعد مثلا ربع ساعه او نصف ساعه او ساعه في الوسط وانا صاحب ايه؟ وسواس. يبقى هذه صفه الغسل المندوبه الوارده في صفه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا من حديث السيده ميمونه والسيده عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها. طبعا بالنسبه للتسميه هي مستحبه، لكن الان الغسل يكون في الكنيف، فالكنيف يحرم فيه ايه؟ الذكر. يبقى هنا التسميه ايه؟ ساقط تسقط. لكن لو بيغتسل بعيد عن دورات المياه يبقى يستحب ان يقول بسم الله. تلفظ فيها سرا يعني مثلا؟ نعم؟ تلفظ مثلا بالتسميه سرا يعني؟ لا 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 سرا ولا جهرا. لان الامساك عن ذكر الله تعالى في موضع إزالة النجاسة من باب التعظيم لاسم الله، من باب التعظيم لاسم الله تعالى. طبعا يستحب تقليل الماء بلا حد، يستحب تقليل الماء بلا حد. يعني الإسراف كما هو مكروه في الوضوء مكروه أيضا في الغسل. وطبعا من المستحبات في الوضوء في الغسل استقبال القبلة، يعني إذا أمكن يعني، لأنه أفضل الأعمال ما استقبل به القبلة.
هذا ايضا من المستحبات كما في الوضوء وفي الايه في الغسل كذلك. وتقليل الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع له اربعه امداد وبالوزن 2.3 كيلو. لكن طبعا المدار على اتقان الغسل. احسن واحد مثلا يقول انا اتوضا مثلا بال2.3 كيلو ميه، بعدين يقعد نصف الجسد يابس، يقول انا اعمل بالسنه. تعمل بالسنه وتبطل الغسل؟ لا، يبقى على حسب ايه؟ على حسب اتقان الغسل. وده قليل طبعا الذي يغتسل بالصاع كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع كما يقول سيدنا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. ويستحب طبعا الاتيان على الصفه المخصوصه التي وردت في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل ده من مستحبات الايه؟ من مستحبات الغسل. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويجزئ عن الوضوء وان تبين عدم جنابته ما لم يحصل ناقض بعده وقبل تمام الغسل، والا اعاده مرة بنيته. والوضوء عن محله ولو ناسيا لجنابته، ولو نوى الجنابة ونفلا أو نيابة عن النفل حصلا. يعني أن الغسل على الصفة المتقدمة، صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غيرها. احنا قلنا لو واحد سقط في نهر أو نزل في بئر أو وقف تحت الدش وعمم جسده بالماء بنية رفع الجنابة أو نية رفع الحدث الأكبر صح الغسل. لكن على الصفة المتقدمة التي وردت يكون أحسن. هنا الشيخ نص على شيء معين، وهو إيه؟ أن الغسل يجزئ عن الوضوء. الغسل يجزئ عن الوضوء، بمعنى أن الواحد بعد ما يغتسل إذا لم يمس الذكر ولم يخرج منه ريح يصح أن يصلي بهذا الغسل اللي هو غسل الجنابة فقط. أما غسل الإحرام أو غسل العيدين أو غسل الجمعة أو أي غسل مستحب لا يجزئ عن الوضوء. بعض الناس يغتسل للجمعة ويأتي ويصلي بهذا الغسل، حكم صلاته إيه؟ باطل. ليه؟ لأن الغسل لغير الجنابة، إنما هو للنظافة وليس لرفع إيه؟ الحدث. خلي بالك، لأن فيه واحد أخبرني إنه قعد سنة كاملة يصلي الجمعة بغسل الجمعة. قلت له عليك 52 ظهر تعيد، لأن الجمعة إيه؟ باطل، لأن غسل الجمعة للنظافة وليس لرفع الحدث. أنت بتغتسل للجمعة وقاس بعقله من غير سؤال إن ما دام غسل الجنابة يصلى به يبقى غسل الجمعة يصلى به. فأعاد 52 ظهر، لأن الجمعة خلاص انتهت. ساعة يعيد عيد يعيدها ظهرا. عد عاد 52 وقت ظهر، يعني يقيم الصلاة وينهي صلاة الظهر قضاء، لأنها وقعت إيه؟ باطلة. لذلك شوف العلماء يقولون ما وجب العمل به وجب العلم به.
هو سمع في باب الغسل هنا انه ايه يجوز ان يصلي بغسل الجنابه. نعم هذا صحيح، لان غسل الجنابه بيرفع الحدث الاكبر. الشيخ الدردب قال ويلزم من رفع الاكبر رفع الاصغر، لان اعضاء الوضوء داخله فين؟ في اعضاء الغسل، لان احنا بنغسل الجسد كله حتى لو لم يتوضا. خلي بالك لان الوضوء قبل الغسل ده سنه، احنا قلنا سنه تسد مسد الفرض، لكن اذا لم يتوضا واغتسل يجوز ان يصلي، بس الشرط الا يمس الذكر مره اخرى والا يخرج منه ريح، يعني لا يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء، يعني يلبس الثياب ويدخل الصلاه. هذه نقطه مهمه جدا كل واحد يخلي باله منها، لانه برضه في الاحرام للحج ممكن برضه يغتسل للاحرام ويروح نصلي الركعتين سنه الاحرام بغسل الايه؟ بغسل الاحرام، لكن لا. كل الاغتسالات المستحبه والمسنونه لازم يتوضا بعدها، الا اذا توضا قبلها بنيه رفع الحدث. بنيه ايه؟ يعني هينوي رفع الحدث، بمعنى زي ما بينوي في الوضوء عامه، ينوي استباحه الصلاه او ينوي انه يصلي بهذا الوضوء، يبقى ده وضوء واجب له، يبقى كان نوى حاجتين، نوى رفع الحدث ونوى سنه الوضوء قبل ايه؟ قبل الغسل. كده صح. لكن اذا لم ينوي شيئا يبقى لازم يتوضا بعد ايه؟ بعد الغسل. ولذلك الشيخ بيقول يعني أن الغسل على الصفة المتقدمة أو على غيرها يجزئ عن الوضوء ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر، لأنه يلزم من رفع الأكبر رفع الأصغر، كعكسه في محل الوضوء كما يأتي. هذا والله تبارك وتعالى.